السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مباشرة من المسيرة جوج بالجنبات ديال الشيقة، الدوار المشهور اللي معروف بدوار الصهد، مستجدات جديدة فيما يتعلق بجديد ملف دور الصفيح بمدينة تمارة. الكل يتجه إلى القضاء نهائيا على دور الصفيح وتوفير العيش اللائق أو السكن اللائق إن شاء الله، فكنتمنى الله تيسر الأمور. هناك اخبار تروج على انه ان شاء الله دوار الصهد قريبا ان شاء الله غيبداو يدفعوا الوريقات ديالهم، في انتظار انه تفعل الامور ويتوصلوا بالاخبار يعني رسميا، فالاخبار ان شاء الله تؤكد انه عما قريب غادي نشوفوا دوار الصهد ضمن الدواوير اللي كتدفع الوثائق في الايام القليله القادمه ان شاء الله. كذلك بغينا ناكدوا انه دوار اخر دخل على الخط واللي كيتواجد بالقرب من مؤسسة الغزالي، حي الزرق يعني النمسية، حي النمسية او دوار النمسية اللي غيدخل حتى هو ان شاء الله، اللي هذا دخل على الخط على المهم باش يوجدوا الوريقات ديالهم باش غيدفعوا الوراق. فكنتمنوا الامور تمشي ان شاء الله مزيان، تمشي الامور في الطريق الصحيح كما بدات اول نهار. الدواوير غتختارك الامور وغيخدموا كاع الملحقات الاداريه دفعه واحده ان شاء الله. غنوليو نشوفوا القرعه في الملحق الواحد، غنوليو نشوفوها في الثلاثه، في الجوج، في الاربعه، في الخمسه، في السته، يعني الملحقات كاملين، السبعه كذلك. نتمنوا من الله الخير ونتمنوا من الله التيسير، والله يصاوب لهاد الناس هادو ان شاء الله عما قريب يتحل المشكل ديالهم، ونشوفهم ان شاء الله ضمن يعني الناس اللي عندهم الشقق ديالهم في سكن لائق كما قلنا. نتمنى من الله الخير والتيسير مباشره من دوار الصهد. غنحاولوا نقربوا لكم من كل كبيره وصغيره، كيجيونا مجموعه من الرسائل خويا ايوب شي جديد على دوار الصهد. دوار الصهد ان شاء الله من الدواوير القادمه ان شاء الله اللي غادي تكون فيها يعني غادي يبدا يدفعوا الوثائق ديالهم، والنمسيه راهم علموهم باش يدفعوا الوراق. نتمنى من الله الخير والتيسير، اكيد عمليه الهدم غادي تواصل، مجموعه من الامور جايه، كل فيديو غنخصوه للدوار والمستجدات ديالو. ما عليكم غير تدخلوا للقناه ديالكم، ديروا الاشتراك في القناه، تكليكيو على ديك ابوني لان كتحفزنا نزيدو نعطيو اكثر ونستمروا معكم ان شاء الله اكثر. ونتمنى من الله نكونوا في حسن الظن صراحه، رغم بعض الضغوطات اللي يعني صراحه كنتلقاو، بعض التعاليق اللي كنا كنقولوا كاينه عمليه الهدم وكيقولوك الناس لا ما كايناش عمليه الهدم او ما شابه ذلك، فراكم شفتوا كلشي قدام عينيكم. مواكبه يوميه في الملحقه الاداريه الثانيه والملحقه الاداريه السادسه باش نقربوكم من اخر المستجدات، لا بالنسبه للناس ديال دور الصفيح، لا بالنسبه للناس اصحاب البقع اللي شارين البون في واحد الوقت وكيتسناو حتى هما الدويره ديالهم باش يبنيوها. الله يسخر الامور للجميع. الى هنا متابعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.